السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أعزائي المشاهدين. وصلني هذا السؤال: لما ندخل على المعارض يفتح معانا تطبيق مي فيديو، وأنا ما أريد تطبيق مي فيديو يتفتح، أريد عبر المعارض مثلا أو التطبيقات غير عن مي فيديو. يعني إذا دخلنا المعارض مثلا ودخلنا على هذا الفيديو وفتحناه، راح يحول لي مباشرة عبر تطبيق مي فيديو تبع شركة شاومي. أغلب الناس ما تريد تستخدم هذا التطبيق على أجهزة شاومي. كيف إحنا نبدلها مثلا بديل نستخدم جوجل فوتو؟ إن شاء الله من خلال هذا الفيديو راح نخبركم كامل التفاصيل. Let's go. أولا في البداية تدخل على الإعدادات، ومن ثم في الأسفل نبحث على التطبيقات، ها هي، اضغط عليها. اوكي، انتظر شوية لحد ما يقوم بتحميل التطبيقات. اوكي، بعد ذلك عندك هنا ثلاث نقاط، اضغط عليها. نضغط على اظهار جميع التطبيقات في النظام اللي هو اول خيار، اضغط عليه. اوكي، وبعد كذا بتروح على خانة البحث، اكتب مي، ها هو فيديو مي، اضغط عليه. اوكي، الحين ايش راح تسوي؟ في عندك تحت في الاسفل الغاء التثبيت التحديثات، اضغط عليها وسوي حسنا. اوكي اوكي، ادخل عليها مره ثانيه، هو يخرجك وبعد كذا انت بتدخل عليها مره ثانيه. اوكي اوكي، بعد كذا بيجي لك هنا تعطيل، شفتها؟ اضغط عليها وبعد كذا تسوي على تعطيل التطبيق. اوكي خلاص، التطبيق الحين هو معطل. اوكي الحين بتخرج. اوكي، نسوي الغاء. اوكي، في هذا المكان نفس الشيء، تروح على ثلاث خطوط هنا، اضغط عليه. اوكي، وبعد كذا عندك هنا الاعدادات الاخرى اللي اخر وحده، اضغط عليها. اوكي، وبعد كذا بيجي لك اول خيار اللي هو تطبيقات الافتراضيه، اضغط عليها. اوكي، وبعد كذا بتنزل تحت تروح على تشغيل الفيديوهات، شوف هنا غير محدد، اضغط عليها. اعملها على جوجل فوتو، جوجل صور. اوكي، افضل شيء. اوكي، بعد ما عملنا الى جوجل صور، الحين بنروح على المعرض. اوكي، نروح على المعرض مثلا، بنضغط على هذا الفيديو. بكل بساطة وسهولة تم الحل المشكلة. اي شيء انت تشتغله فيديوهات في المعارض او الاستوديو، مباشرة راح يشتغل معك تطبيق جوجل صور بكل بساطة وسهولة، وهذا هو الحل. علمهم، أتمنى كان واضح واستفدتوا على هذا الفيديو. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.